عبقرية العائلات ومباراة جميلة جدا في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. عيلة الشاعر 125، عيلة العمروسي 90. وقبل ما نبتدي الفقرة الأخيرة عايز أرحب بالأستاذ محمد السيد. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور يا فندم. منورنا في الاستوديو. ربنا يبارك لك يا رب. قاعد تتفرج معانا على الحلقة؟ تمام يا فندم، مع حضرتك. كان نفسنا والله تبقى معانا، بس انت عارف الظروف، فكويس ان احنا قادرين نتواصل كده. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. تقول ايه بقى لعيلة العمروسي النهاردة؟ اقول العمروسي ادى اداء كويس جدا، والتوفيق خانهم في بعض الحاجات. اللي جاي احلى ان شاء الله. بإذن الله. شكرا استاذ محمد. وعايزين نرحب بدكتورة شيماء مرات محمد. دكتورة شيماء ازيك؟ انا زي حضرتك. انا بخير الحمد لله. الحمد لله. عجبك الحلقة؟ طبعا طبعا، كفاية يعني طنط وعمه مصطفى ومحمد يعني منورين طبعا، وطبعا عيلة العمروسي منورة وعاملة جو كده في طبعا حلقة جميلة جدا. طيب اشكرك. تقولي ايه بقى لمحمد؟ طيب وعارف بقى انا يعني هو عارف على الهوا كده، بحبه جدا. ربنا يخليكم لبعض. اشكرك يا دكتورة. نرجع بقى الماتش النهارده والفقره الاخيره واللي هتحسم لقاء النهارده وهتخلينا نعرف مين اللي هيوصل لدور ال 16. فقره عجله الحظ. عجله الحظ. سؤالين لكل عيله، واول سؤال دنيا. اتفضلي يا دنيا. هنشوف دنيا، والسؤال الاول لعيله العمروسي، هنشوف موضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا دنيا. قدرات ذهنية. تمام. سؤال في القدرات الذهنية. 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 30 نقطة إن شاء الله. تمام. سؤال ب 30 نقطة. ندوس على البازر. قدرات ذهنية، والسؤال هو المسألة الآتية: 1200 على 5 في 3 ناقص 240 يساوي كام؟ ثانية. مفيش إجابة. في إجابة؟ مدام وفاء. 480. 480 إجابة صحيحة. 480 هي الإجابة الصحيحة. هارد لك يا مدام ميرفت. هارد لك. ماشي. هارد لك. مصطفى، اتفضل يا مصطفى. السؤال الثاني هارد لك يا دنيا. السؤال كان سهل الحقيقة، كان ممكن يتجاوب، ولكن التوتر أثر عليكم. تفضل. سويتش. سويتش عيلة العمروسي هتختاروا موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا في إيه؟ علم. لا أدب. علم. لا. سؤال في العلم. سؤال في العلم معناها يا جغرافيا يا تاريخ يا أدب يا علوم. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتأتي نقطة؟ عشرين. عشرين نقطة. علم، والسؤال هو علوم. كوكب سمي نسبة إلى إله الزراعة والحصاد عند الرومان، فما هو؟ أورانوس. أورانوس. أورانوس إجابة خاطئة. مش أورانوس. راندا. نبتون. نبتون إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة زحل. السؤال الثالث راندا، تفضلي يا راندا. السؤال الثالث
قدرات ذهنية خالد وحياة خالد كفاية بقى. كفاية أرجوك. مش عارفة أنا إيه. أنا عن نفسي ما جيتش. حدش يقول لي قدرات ذهنية ما أنا مش لا. طب أعمل إيه طيب؟ مش عارفة نغير القدرات الذهنية ولا إيه؟ صبر طيب طب صبر. وبعدين بيشيلوني أنا الخسارة، أنت فاهمني؟ يعني أنا اللي بشيلها لوحدي. طب انا اعترفت قدام كل المشاهدين ان انا اللي خسرت العيله دي مره لا 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 بس ابقى خسرتها المره دي كمان. اولا احنا ما عندناش حد بيخسر مظبوط خالص، احنا كفايه بس جينا وش عارفنا على طبعا حركه طبعا الاسره الجميله اللي معاها واحنا وجودكم معانا دايما يعني جميل، بتدي روح جميله لاي حلقه بتبقوا موجودين فيها. ربنا يخليك. قدرات ذهنيه، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 550 زائد 30 على 5 في 2 ناقص 40 يساوي كام؟ ثانية ما فيش إجابة. في إجابة؟ إجابتك 1120. 1120 إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 522. ما أعرفش إجابة. السؤال الأخير محمد، اتفضل يا محمد. السؤال الأخير محمد، وموضوع السؤال إيه؟ اتفضل. رياضة. سؤال في الرياضة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين. احنا معنا فرق تلاتين. دوس على البازر. سؤال في الرياضة بتلاتين نقطة رياضة، والسؤال هو: ميار شريف هي بطلة مصرية في احدى الرياضات، فما هي؟ لازم نبقى عارفين ابطالنا الرياضيين مين؟ خمس ثواني. محمد في الثانية الأخيرة إجابتك. جمباز. الجمباز إجابة خاطئة. مش الجمباز. في إجابة؟ ميار الشريف هتلعبوها ايه؟ يعني لو فاتية قول له بقى انها فاتية. هتلعبوها ايه؟ اتفضل. كمان اجسام. ايه؟ لا 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 والله. اجابة خاطئة. تنس بقى. الاجابة الصح ايه؟ تنس. بالظبط كده. تنس. الاجابة الصحيحة تنس. ميار الشريف بطلة مصرية في رياضة التنس. عيلة العمروسي هارد لك. انا مش عارف ايه الحكايه، انا قلت بلاش اقعد هنا، مش عارف يا دنيا. هو لعيب في المكان ده قعدنا بعد كده هنا بقى الموسم الثالث تقعدوا الحياة فيها بعد كده. هارد لك لعيلة العمروسي. احنا بجد المكسب الحقيقي ان انا جينا وشفنا حضرتك. اشكرك واشتركنا معاك، ودي ده ده, ده قمه المكسب عندنا والله. لا والله، وتعرفنا على مدام وفاء والاستاذ نصر ومصطفى ومحمد. عيله جميله. اشكركم جدا من كل قلبي والله ان كاس العباقره السنه دي ما يخرجش عنكم باذن الله. يا رب يا رب. اشكر جدا عيله العمروسي، نحيي كلنا. عيله الشاعر الف مبروك، اتاهلتوا الدور ال 16، ومدام وفاء افضل لاعب في ماتش النهارده ب 90 نقطه. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حلقه النهارده 245 نقطه، وكل نقطه ب 500 جنيه بما يساوي 122500 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من اول حلقه لحد دلوقتي 1,315,000 جنيه من البنك الاهلي لدعم المشروعات الصغيره لاهل مصر. عيلة العمروسي هارد لك، تحيه كلنا. عيلة الشاعر الف مبروك، اتاهلتوا الدور ال 16، والى اللقاء وحلقه جديده مع العباقره.